مساء الخير عليكم اليوم راح نقدم لكم رولي رولي بالمربع يجي خفيف ويجي سريع يعني توجدي في دقائق ما يطلبش وقت كبير راح نروح مع بعضنا المقادير اللي تدخل في هذه الوصفه اولا نحتاج للرولي هذا يعني حوايج بسيطه عندنا ربع بيضات عندنا هنا فرينة ستة ملاعق فرينة وستة ملاعق سكر يعني مية غرام فرينة ومية غرام سكر أو ستة ملاعق فرينة وستة ملاعق سكر خميرة تاع الكاطو عندنا دوق الموز وعندنا المعجون المربى اللي راح نطليو من داخل هنا نحط القرصة تاع الملح نبداو نحطو البيض آه البيض هنا حبس لي الواحد هنا نحطو الفاني سيتو نضربو البيض وحدو مليح مليح حتى يت... يعني تحل شوية ونبدأ ونضيفو بالسكر بالملعقة بشوية حتى نكمل كمية كاملة يعني كل هكذا شويه نضربو كي نشوفو الاولاده دخلت نضربو كيف كيف الـ الـ عندنا الفرينه عندنا سته ملاعق يعني متساويه مع السكر هنا نضربو الخليط مليح 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 حتى يتضاعف الحجم نتاعو ويبيض يعني لازم تضربوه مليح عشر دقائق ولا هنا زدت ذوق الموز انا نحب ذوق الموز يعني مع المربى يعطي نكهه خاصه بعد ما ضربنا البيض مليح وال ولا رام نزيدو بالفرينه بشويه يعني بشويه ونصيروها ننخلوها لازم تنخلو الفرينه ونحطو الباكي تاع الخميره ونزيدو نضربو هكذا مع بعضاهم حتى يتجانس هذاك الخليط كامل مع بعضه هنا كملناه نجيبو بلا نحطو فيه ورق الطهي يعني ندهنوه مليح ونفرغو عليه الخليط هذاك ونعدلوه في البلاطو تاعنا بلاطو 44 على ثمانية 38 هكذاك ونخبطو كيما هاك ندخلوه الفور على 160 درجه كيطيب لنا شويه من تحت نزيدو نشعلو له من فوق شويه ما نخليوهش حتى ما يفوتش ال دقائق باش ما يبسناش هنا بعد ما كملنا كيما قلنا طيبنا فضينا نفرغو ان يعني ان نفرغوه على هكذا طبة ولا سرفيتا ولا ولا بابي كويسون البابي كويسون هذا تلصق هنا درتو في سرفيتا هنا شوفوا كيفاه يلصق دي المهم هنا نجيب العلبه تاع المربى تاعي ونحط فيه يعني راح تدهن هذا يعني رولي سامبل ما فيهش يعني تخمرج ياسر اللي يقي الصباح للاولاد يعني العائله كامله هنا ندهنو كامل بال بالمربى اللي يحب يكتر يحط يعني علبة اللي ما يحبش يكتر هكذا فقط يدهن ونبدا الرولي فيه بشويه يعني في الاول يجيك صعيب بصح بالعقل فقط هنا نروليته كامل تروليهم بعد تحكمي الاول هذه السرفيطه ترولي فيها تلقى يحكم لك لا تاع البودا هذا من بعد نحلو ونبدا نقص فيه هذوك الجوانب لازم نحيهم ومن بعد هنا ندهنو بالمعجون يعني بالمربى يعني التزيين اختياري تدهني بالمربى ونحط له كاوكاوي فيلي يعني من فوق باش للتزيين فقط كل واحد كيفاه يحب كاين يحبوا وكاين كاين يحبوا بالكاوكاو كاين المهم احنا حبينا حاجه سامبل يعني سريعه وسامبل ها قصينا هنا اهو هنا نقصه كامل يعني ويخرج لنا قدام من حبة هنا يعني خرجنا الله يبارك حبات كبار يعني تعملها للضيوف تاني تجي سامبل مع الناس دركا ما عادش تحب الحوايج اللي من ياسر في التزيين ولا حاجه سامبل يهزها يوكلها وخلاص أه ان شاء الله تعجبكم هذه الوصفه يعني وصفه خفيفه ظريفه أه تعملوها بسرعه يعني ما تطلب جهد كبير ووقت كبير نتمنى يعجبكم الفيديو والى اللقاء في فيديو اخر بحول الله